احنا بنتكلم بقى عن جرين سنس السريع كده، الناس اللي بتحضر باستخدام مستخلصات، يعني يجوا مثلا في الفضه يجيبوا سيلفر نيتريت ويحطوا عليه مستخلص من اعشاب، من ورق شجر، من جذور شجر، من اي حاجه. في الاخر المستخلص ده فيه مواد كيميائيه هي اللي هتقدر تختزل الملح دهوت وتحوله لسيلفر. المستخلص ده له فن في استخلاصه، ده مش موضوعنا، والابحاث بتختلف بقى مع بعضها، اللي يحطه في ايثانول، اللي ينقع في اسيتون، اللي يعمل مش عارف، كل ده مش موضوعنا. انت في الاخر جايب لي مستخلص كده هتحطه على شويه مثلا 1 جرام مثلا من سيلفر نيتريت في خمس مدوبهم في 50 مللي ميه مثلا، يعني هتنقط عليهم المستخلص ده، وبعدين عايز تطلع سيلفر. انا بسال سؤال، هطلع قد ايه كميه سيلفر؟ الاجابه الله اعلم، ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نعرف. ليه؟ لان احنا ما نعرفش مين في المستخلص ده اللي بيختزل السيلفر، ما نقدرش نعمل حسابات كيميائيه. فانت بتضطر تجرب وبتشوف بيطلع معاك قد ايه، بس انت نظريا تقدر تتوقع انه الواحد جرام زي ما اتفقنا، الواحد مول من ده هيطلع لي واحد مول من ده، فانا اقدر ابقى متخيل ان الواحد جرام ده المفروض يطلع لي كميه قد ايه. سهله خالص، مش صعبه، بنفس الحسابات اللي كنا بنحسبها زمان. الواحد جرام ده تشوف هما كام مول، وبعدين يبقى هيطلع واحد مول من ده، تشوف دول هيبقوا كام مول. هل الرقم اللي حقيقي اللي هيطلع معاك على الميزان لو انت عملت التجربه ووزنت على الميزان هيطلع الرقم ده نفس الرقم اللي انت مستنيه؟ الاجابه الله اعلم، يا اما نفس الرقم يا اما اقل منه يا اما اكتر منه. واحده قولي ثانيه واحده، معلش، نفس الرقم كان بها، يبقى المستخلص ده قدر يكسر كل ده بالظبط ويطلع لي الكميه اللي انا عايزها. طيب اقل منه ماشي، في شويه هدر، المستخلص مش ملحقش يكسره كله، فالوقت ما كانش كافي فطلع لي كميه اقل، لكن كميه اكتر منه ازاي؟ يعني هيجي من الهوا يعني؟ لا، انت مستني مثلا الواحد جرام ده مثلا يطلع لك 7 من 10 مثلا، يعني 7 من 10 جرام من الفضه. الاكستراكت بيعمل ايه؟ بيحوط على الفضه ويقفل عليها، فبيعمل منظر شبه كده، بيعمل شويه مواد عضويه كده بيطلعوا حوالين الفضه، هو منه في كابنج ايجنت، هو بيقفل على الفضه دي. على التم انت ممكن ما تشوفهاش، انت شايف النقط السوداء دي هي دي السيلفر نانو بارتيكل، بس انت مش شايف الطبقه اللي حوالين منها. في ناس ساعات ممكن يقرب شويه ويحاول يجيبها، في ناس ما تعرفش تجيبها، بس ده المنظر اللي بيحصل. فالحاجات دي العضويه دي ليها وزن هي كمان على الميزان، فانت لما بتوزن السيلفر، لو هو السيلفر بس اللي هو النقطه الرصاصي دي، لو كلهم على بعض وزنهم 7 من 10 جرام من الواحد جرام اللي طلع ده، انت على الميزان ممكن توزن، انت مش بتوزن ده بس، انت بتوزن ده كمان معاه، فده كمان ممكن يكون وزنه مثلا هنقول نص جرام كمان، فانت على الميزان معاك وزن اضافي من الكابينج ايجنت ده. فعشان كده شغل الجرين سنسز بيعتمد على اللود نيوتن لوحده. يعني الطبيعي فيه ان انت علشان تعظم انتاج السيلفر بتاعك ان انت تسيب وقت كافي، ده العرف اللي فيه، يعني ما حدش كتير بيدرس تأثير الزمن فيه، لكن سيبه وقته. احنا ممكن كنا مثلا نسيبه في المعمل 24 ساعة، تحط التجربة مثلا تنقط عليه الاكستراكت وتسيبه يتقلب الاكستراكت مع سيلفر نيتريت مثلا الساعة مثلا 10 الصبح في المعمل، تجيله تاني يوم بقى تسيبه كده 24 ساعة وتجيله، تجيبه 48 ساعة وتجيله بقى بعد 48 ساعة تشوفه عمل ايه، عشان تعظم كمية السيلفر اللي طلع. وفي نفس الوقت تبقى حريص ان انت وانت بتغسله عشان تغسل منه اي حاجات زيادة وكده، وتجففه على الهادي طبعا، وتكمل بيه خطوات التجربة بتاعتك، والله اعلم بقى اللي يطلع معاك يبقى عامل ازاي. فانا عايزك تبقى فاهم انه اللي انت بتوزنه على الميزان في شغل جرين سنسز مش فضه بس، دي فضه ومتحوطه بشويه اكستراكت. نفس الفكره لما تكون بتحضر مع بي في بي او مع اس دي اس، تبقى فاهم ان انت مثلا اللي بيحضر بطرق كابينج ايجنتس اللي انت بتوزنه مش بس البي في، مش بس الفضه، الفضه وعليها شويه من البي في بي او شويه من الاس دي اس، بس الكابينج ايجنتس الكيميائيه في الاغلب العام وزنها حوالين الفضه ما بيبقاش كتير قوي للدرجه دي، لكن الكابينج ايجنتس الطبيعيه غالبا بتحط وزن معاك. فدي الفكره بس بمنتهى البساطه، زي ما اتفقنا احنا يعني بس ايه، مجرد نفتح كلام مع بعض من وجهه نظر الحسابات، علشان في ناس انا كنت بشوفهم مثلا وقابلت والله ناس يعني بيبقى عنده مشكله دايما ان هو يقلد بحث وبعدين يقول لي كميه السيلفر اللي طالعه معايا ضعيفه خالص. انا بحاول انبهك من بدري انت تبقى متخيل انه انت تبقى شايف او متخيل تقريبا كده، لو انت عايز كذا كذا جرام سيلفر المفروض تكون حاطط قد كده جرام من السيلفر نايتريت عن طريق ان واحد مول يطلع واحد مول. بعد كده ربنا يوفقك بقى باذن الله مع الاكستراكت بتاعك يكون قوي ومركز انه يقدر يكسر البتاع ده كله ويختزله ويطلع منه السيلفر. اتفقنا؟ دي الفكره بمنتهى البساطه. ان شاء الله بقى نكمل الفيديوهات الجايه، نسينا نحضر بقى سيلفر نانو كومبوزيت بقى، ان احنا نحط سيلفر على سطح حاجه بقى. احنا كده عرفنا السيلفر واقفين فيه على رجلينا كويس، الخطوه دي هتبقى اللي احنا عملناه ده هيبقى خطوه في الفيديو اللي جاي بقى باذن الله، هيبقى محتاجين كذا خطوه نبني عليه باذن الله. نكمل بقى ان شاء الله. شكرا.